أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. مسيرة حاشدة في مديرية القطن تطالب بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت. تأييد واسع على مختلف الأصعدة لعملية سهام الشرق في محافظة أبين. وبعد إخراج من مبنى المدرسة السابق طلاب مدرسة الزيلعي بتعز يطالبون بإيجاد مكان بديل لإكمال دراستهم. أهلا بكم. تظاهر المئات من أبناء مديرية القطن بوادي حضرموت في مسيرة سلمية حاشدة تطالب بإخراج المنطقة العسكرية الأولى والقضاء على الانفلات الأمني والتطرف. يجولون في شوارعها العتيقة مرددين هتافات تسمع من به صمم. براكين الغضب خرجت في مدينة القطن تطالب بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى بعد أن ضاق بها الحال ورأت أن لا خير إلا في قوات من أبنائها. إن حضرموت قالت كلمتها، ومعظم حضرموت إلا القلة القليلة من هو مستفيد، من هو يريد الوضع السابق سائد على ما هو عليه أصحاب المصالح. لكن اليوم نحن نقول حضرموت غير، نحن ننشد إلى دولة النظام والقانون والكل سواسية في هذه الأرض. إن أهل حضرموت قد أعلنوا صرختهم اليوم مطالبين المجلس الرئاسي ودول التحالف لتطبيق اتفاق الرياض الذي قضت وثائقه ومقتضياته بخروج المنطقة العسكرية الأولى. موجة التظاهر السلمية تجتاح شوارع القطن عقب تزايد عمليات الجريمة والقتل وانتشار المخدرات بالوادي وضعف وتقاعس المنطقة الأولى عن القيام بمهامها. ها هم السكان هنا يستنجدون بالنخبة والعمالقة لتخليصهم من الواقع المرير. أول حاجة نهني الرئيس عيدروس والقوات المسلحة بالانتصارات في شبوة وفي أبين، ونخبرهم بأننا ننتظرهم في وادي حضرموت من 28 سنة، من 94 ونحن ننتظر القوات الجنوبية تأتي إلى الوادي لرفع الظلم عنا والانفلات الأمني وزوال الاحتلال من أرضنا. نحن علمنا هذا ونحن تحته، وهم علم لهم يمشون عليه، فعلم الوحدة نحن انتهى لا نرضى به، لهم علم يحتموا به، هذا العلم يزعلهم ما نحن نعرف ليش. نحن معه وقلبا وقالبا ونحن ضد المنطقة الأولى. الشباب بالقطن مصرون على أن يرفع علم الجنوب عاليا رغم التهديد والاعتقال التعسفي من جنود أرعبتهم عودة النجمة الحمراء التي فرضت دولة في زمانها، واليوم لا دولة ولا نظاما في غيابها. محمد بحفين، الغد المشرق، القطن. تحظى عملية سهام الشرق لمكافحة الإرهاب وتأمين مدن محافظة أبين من العناصر الإرهابية تحظى بتأييد واسع على مختلف الأصعدة، وذلك بعد تعرض قوات الحزام الأمني إلى هجوم إرهابي استهدف مواقع أمنية بمديرية أحور الساحلية. تأييد محلي وعربي والتفاف شعبي واسع تحظى به عملية سهام الشرق التي أطلقها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي لمكافحة الإرهاب وتأمين مديريات محافظة أبين، تأييد أسهم في نجاح المرحلة الأولى للحملة في تأمين الخطوط الرئيسية بمدن الساحل الشرقي في المحافظة. شعب الجنوب أمام تحدي كبير وعليه أن يزيد من التلاحم والالتفاف حول القوات المسلحة لإجتثاث هذه الآفة من مجتمعنا الذي تعود على الأمن والأمان والسلام مع نفسه ومع الجوار. وبالرغم من الصعوبات التي تواجه الحملة واستهداف قوات الحزام الأمني بعمليات انتحارية نفذتها العناصر الإرهابية راح ضحيتها عشرات الجنود،
إلا أن القوات الأمنية والعسكرية استطاعت التصدي لها وحققت تقدما ملحوظا في تأمين مناطق واسعة كانت تتخذها الجماعات الإرهابية مواقع لتنفيذ عملياتها الإرهابية. نحن نشد على أيدي القيادات في المجلس الرئاسي وفي المجلس الانتقالي، وهذا هو الطريق الصحيح الذي إن شاء الله وبإذن الله سوف يقودنا إلى ما نحلم به من سنوات طويلة. ومنذ عقد ونصف وحلم الأمن والاستقرار يراود سكان محافظة أبين الذين حرموا من السكينة والطمأنينة بسبب الحروب التي شهدتها المحافظة، حيث كانت مدن أبين مسرحا للعمليات العسكرية والأمنية بسبب انتشار الجماعات الإرهابية والتخريبية وقطاع الطرق. استنكر عدد من المواطنين بمدينة تعز العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة أمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأفراد أفراد الحزام الأمني. وقال المواطنون بأن على المجلس الرئاسي الضرب بيد من حديد لكل التنظيمات الإرهابية وملاحقتها والقضاء عليها أينما كانت. مدينة استنكر العمل الإجرامي الذي قامت به القاعدة وما يسمى بأنصار الشريعة ضد الجنود الأبرياء المرابطين على في محافظة أبين والحزام الأمني الذي كان يقوم بواجبه أحيانا ضد هذه الجماعات المتطرفة الخارجة على القانون وعلى الشرعية الوطنية. وقد لقد تلقينا النبأ بصدمة كبيرة وعارمة أن نرى الجنود الأبرياء وهم مقتولين. مدينة استنكر أنصار الشريعة بالدرجة الأولى وتنظيم القاعدة وأي تنظيمات أخرى إرهابية على الجنود الحزام الأمني الموجودين بأبين، هذا عمل بربري، هذا عمل همجي، هذا عمل لا يرضي الله ولا رسوله. أنت من ترضي بهذا العمل حقك الإجرام الكبير؟ الجريمة الإرهابية وجهت رسائل على السلطة الحاكمة في اليمن أن تعيها وأن تدرسها بتعمق. هذه الجريمة من أين وكيف أتت؟ لماذا لم يحدث جرائم إرهابية مماثلة لها في أي من المحافظات الأخرى باستثناء محافظة أبين؟ هذه الجريمة المدانة يجب على السلطات الحاكمة في اليمن أن تتصدى لهذه الجماعات الإرهابية وأن تعرف القيادات والقوى السياسية التي توجهها وفقا لبرامج خبيثة لا تخدم الوطن ولا تخدم الإنسانية. بطبيعة الحال المراقب من كثب سيجد أن العمليات الإرهابية داخل المناطق المحررة غالبا ما تكون مرتبطة في حالة استقرار أمني وسياسي داخل هذه المناطق، وهذا يضعنا أمام سؤال مهم وهو ما هي طبيعة العلاقة التي تربط الجماعات الإرهابية بالحوثيين، وذلك لأن كافة هذه العمليات الإرهابية لا تخدم سوى الحوثيين في هذا التوقيت. وعليه فإن المجلس الرئاسي أمام اختبار مهم للحد من هذه العمليات الإرهابية والقضاء على الإرهابيين داخل المناطق المحررة. ندين الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الجنود في أبيان، وهذا يعبر عن مدى وحدية القرار لدى الجماعات الإرهابية، سواء الجماعات الإرهابية الممولة من إيران أو الجماعات الإرهابية الممولة من قطر. هذه الجماعات هي بشقها الإخواني وبشقها الحوثي، هي تسعى إلى تقويض الأمن داخل البلاد، وهي رسائل أيضا ما قام به تنظيم القاعدة من تهديد مسبق وأيضا تنفيذ هجوم إجرامي هو رسالة لمجلس الرئاسة وأيضا رسالة للتحالف العربي وأيضا الرسالة للشعب اليمني كله بأن الإرهاب موجود فيما إذا ما قامت الدولة بإرساء مداميكها في المحافظات المحررة، فإن تنظيم القاعدة له وجه آخر كما وجه الحوثي. أعلنت الحكومة موافقتها على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية. وحملت الحكومة في بيان الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة أو رفع لأسعار المشتقات النفطية. وجدد البيان تأكيد الحكومة على عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية. هذا وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن الحكومة الشرعية اليمنية بشأن الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.
وأكدت المملكة حرصها على دعم إنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ورفضها التام استغلال الميليشيات الحوثية لحرص المجتمع الدولي والتحالف على السلام من خلال تعنت الميليشيات ورفضها تنفيذ التزاماتها. وثمنت المملكة قرار الحكومة اليمنية بإدخال السفن العالقة بسبب رفض ميليشيات الحوثي واستثنائها من الآلية المتبعة لإدخال السفن حتى نهاية الهدنة مراعاة للوضع الإنساني. أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش أكد على ضرورة العمل على تسوية سلمية للأزمة اليمنية وتعزيز فرص وقف إطلاق النار أو إطلاق نار دائم لتمهيد الطريق أمام حل سياسي شامل. جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندر كينغ، حيث دعا قرقاش المجتمع الدولي لدفع كافة الأطراف للبدء بحوار جاد يشمل كافة المكونات اليمنية لإنهاء الحرب. وأكد قرقاش دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن والرامية إلى إحلال السلام بما يضمن استقرار وازدهار اليمن. بدوره ثمن المبعوث الأمريكي الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعم كافة الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في اليمن. وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي وحدة التدخل الخاصة بمشكلات الأراضي في محافظة عدن بمضاعفة جهودها لمنع وضبط أعمال السمسرة غير المشروعة في الأراضي. وخلال لقائه قائد الوحدة النقيب كمال الحالمي وجه الزبيدي بوقف أي أعمال تخل أو تخالف مقاصد أو أغراض المخططات الحضرية، مؤكدا دعمه الكامل لقيادة الوحدة وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مهامها. ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا في عدن لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية ذات الصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية. أوجه رئيس الوزراء بمضاعفة الجهود والتركيز على المضي في تنفيذ الإصلاحات المحددة في الجوانب الخدمية خاصة في الكهرباء والمياه وسرعة استكمال تنفيذ المشاريع الجارية وفق المواصفات المعتمدة وتسريع تنفيذ الخطط والمشاريع وفي مقدمتها المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية. يشكو أكثر من 150 من طلاب مدرسة الزيلعي الواقع بحي الجامع غربي مدينة تعز يشكون من تجاهل السلطات المحلية بالمحافظة لما يعانونه من إهمال حكومي بعد تركهم مبنى المدرسة السابق بطلب من مالكه، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول ومعالجات فورية لمشكلتهم. تحت أشعة الشمس وبفناء منزل يعود ملكه لأحد المواطنين، يتلقى العشرات من الطلاب بحي الجامعة بمدينة تعز دروسهم اليومية خارج اهتمامات الجهات الحكومية المعنية بتوفير المكان المناسب لطلاب مدرسة الزيلعي وكل ما يلزمهم للدفع بالعملية التعليمية كما ينبغي. مطالب احنا نشتي مدرسة، نشتي مدرسة للطلاب عشان يدرسوا يتعلموا، من حقهم انهم يدرسوا لان احنا منقطعين عن المدارس بعيده، والطالب لما يكون صغير ما نقدرش نقطع على لا الحبيل ولا لا وحده، لكون الحاره بامس الحاجه الى هذه المدرسه، وبسبب تاخرنا في التسجيل يعني الطلاب الان يتجاوزون من بين ال 150 الى ال 170 طالبه، وما زلنا فاتحين التسجيل لهم يتوفدون يرجعون من بعض المدارس إلينا. واقع تعليمي يمضي على هذا النحو من التسيب والإهمال الحكومي لا يكاد ينسجم معه واقع الحال، لا سيما في ظل الازدحام الشديد للطلاب وافتقادهم للمدرسة بما فيها للكتاب المدرسي وغيرها من الوسائل الأخرى التي قد تساعدهم على الاستيعاب والخروج بمحصلة تعليمية جيدة وإن كانت بالحد الأدنى لها في نهاية العام الدراسي. ما قلت أنا أدرس بهذه المدرسة يعني أصف خامس وهذاك سادس، معنا سوعف لما كنا ندرس أكون هذاك يا هدير وهذاك يا هدير، ما نسمع جل الأستاذة ما تقول. دراسة دوشة يعني صف ثاني يسمع حق سادس، حق سادس يسمع حق ثاني، يعني يروح مش فاهم حاجة كذا.
دوشة لأنه اختلاط مرة والقرب بينتهم، نشتي يعني فواصل حتى بينتهم. ليس لديهم من مطالب سوى الحصول على مدرسة بذات الحي، مدرسة حكومية تضم كل طلاب حي الجامعة حتى يتمكنوا من تلقي الدروس والحصص بذهن صاف، أقلها باستئجار منزل مكتمل البناء ينهي معاناتهم المستمرة بالتنقل من مكان لآخر في سبيل طلب العلم. رمز مختار لقناة الغد المشرق، تعز. النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. محافظ عدن يوجه بإخلاء المباني المقتحمة وإخراج النازحين من مبنى الرويشان المهدد بالانهيار. وجه وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس بإخلاء المواقع والمباني التي اقتحمت في وقت سابق من قبل بعض العناصر في المدينة. وشدد لملس خلال اجتماع في ديوان عام المحافظة على ضرورة إخراج المقتحمين للمباني الحكومية والخاصة في جميع مديريات عدن، موجها بسرعة تنفيذ خطة لإخلاء تلك المباني في مديريات التواهي والشيخ عثمان وخور مكسر، كما شدد على ضرورة سرعة إخلاء عمارة الرويشان في خور مكسر التي انهار جزء منها في مارس الماضي. اختتمت في مدينة المكلا ورشة عمل عن واقع الصحفيين في حضرموت بين الحريات والانتهاكات. الورشة أوصت بضرورة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات وتبني القضايا المناصرة لهذا الشأن. ورشة عمل عن واقع الصحفيين في حضرموت بين الحريات والانتهاكات. الورشة شارك فيها نخبة من الصحفيين والإعلاميين وممثلين عن وسائل الإعلام بمدينة المكلا. نحن فعلا في أمس الحاجة لها، وتبحث في موضوع الانتهاكات الصحفية، وهي طبعا خطوة إيجابية في سبيل وضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بحرية الصحافة والكتابة بشكل عام. نحن بحاجة دائما إلى إطلاع الجميع سواء كان السلطة أو الصحفيين أنفسهم على المسائل القانونية التي تربط وتنظم العمل الصحفي، وأيضا مفهوم الرسالة الصحفية لدى السلطة، بحيث أنه أن يكون هناك تعاون ما بين الجهتين من أجل توعية المجتمع والارتقاء به والتفاعل مع كل ما يورد في إطار الصحافة والإعلام. ورقة عمل قدمت في هذه الورشة استعرضت الأولى انتهاكات الحريات الصحفية في المحافظة منذ سيطرة تنظيم القاعدة على مدن الساحل، بينما تحدثت الورقة الثانية عن الحماية القانونية للصحفيين في القانون اليمني. تعتبر ورشة عمل نوعية مهمة، لا سيما وانها ترصد واقع الصحفيين في حضرموت ما تعرض لهم من انتهاكات في السنوات الماضية الى اللحظة الحالية في العهد الجديد مع المحافظ الجديد، وكيفية منع مثل هذه الحريات والقمع للصحافة وايجاد وتفعيل قانون الصحافة، ويتمتع الصحفي بحرية كاملة اثناء ممارسة عمله، له ما له وعليه ما عليه. نحن نطمح ان شاء الله انه بهذه الورشة نخرج بعدد من التوصيات اللي تعمل على تحسين وضع حرية الصحافة وإعطاء مساحة أكبر للصحفيين للتعبير، لأنهم صوت المجتمع وصوت الشعب. الورشة أوصت بضرورة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات وتبني قضايا مناصرة لهذا الأمر، والتأكيد على الاحتكام للإجراءات القانونية فيما يتعلق بقضايا الصحافة. كما أوصت الورشة المنظمات الحقوقية بإشهار المراصد الحقوقية التي تعنى بالانتهاكات الصحفية والحقوقية. أيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. توالت ردود الفعل الدولية إثر إعلان قصر باكنغهام في بريطانيا عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، وسط بيانات تشيد بمسيرة المرأة التي جلست على عرش المملكة المتحدة لسبعة عقود. كما تفاعل عالم الرياضة على الفور مع وفاة الملكة إليزابيث بإلغاء سلسلة من الأحداث في كرة القدم والفروسية والكريكيت والغولف والركبي، بينما قام آخرون بالوقوف دقيقة صمت خلال المباريات.
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه لأول مرة منذ 30 عاما يشهد مؤشر التنمية البشرية انخفاضا حادا لعامين على التوالي. أوضح رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن هذا يعني أننا نموت في عمر مبكر وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض. وقال أن السبب الرئيسي هو كوفيد-19 إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء الشعوب وقتا لالتقاط أنفاسهم. كشفت دراسة حديثة أن فصيلة دم الشخص يمكن أن ترتبط بخطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة والتي تحدث في البالغين الأصغر سنا تحت سن 60. وفي الدراسة فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة هم أصحاب فصيلة الدم A، وكان الأقل عرضة هم فصيلة الدم O. وأوضحت أن سبب زيادة خطر الإصابة بفصيلة الدم A ما زال غير معروفا، ولكن من المحتمل أن يكون لها علاقة بعوامل تخثر الدم بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. مسيرة حاشدة في مديرية القطن تطالب بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت. تأييد واسع على مختلف الأصعدة لعملية سهام الشرق في محافظة أبين. وبعد إخراجهم من مبنى المدرسة السابق طلاب مدرسة الزيلعي بتعز يطالبون بإيجاد مكان بديل لإكمال دراستهم. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار، تابعوا منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.